تمكنت عناصر حرس الحدود بالجيش الثاني الميداني من ضبط فرد فلسطيني وبحوزته تمثالين أثريين يشتبه في سرقتهم من أحد المتاحف، كما تم دخول 1310 سيارات محملة بالبضائع المختلفة إلى منفذ كرم أبو سالم باعتباره المنفذ الشرعي لدخول البضائع إلى قطاع غزة. وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط فرد يستقل سيارة تحمل لوحات معدنية غير قانونية عثر بداخلها على بندقية آلية بالخزنة و273 طلقة آلية ولابتوب ونظارة ميدان وهاتفين محمول، كما تم ضبط مخزن بداخله 121 جوالة لنبات البانجو المخدر تزن أكثر من 6 أطنان وثلاث عبوات لجوهر الأفيون المخدر تزن حوالي 3 كيلوغرامات بمناطق أبرديس ورأس غارب. كما نجحت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية وبالتعاون مع القوات الجوية من رصد وتدمير 3 عربات دفع رباعي وضبط 8 سيارات لاند كروزر بدون لوحات معدنية تستخدم في أعمال التهريب، كما تم ضبط 620 بندقية خرطوش و600 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر و28050 قاروس السجائر مسرطنة، والقبض على 42 فردا من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بطرق غير شرعية عبر الحدود الغربية. وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عربة ربع نقل بدون لوحات معدنية يستقلها 5 أفراد وبحوزتهم جهازين للكشف عن المعادن بمنطقة الشلاتين على الحدود المصرية السودانية.